أهلا وسهلا بجميع الحضور الكريم، سعدنا جدا بحضوركم معنا. نستمر في برنامجنا لهذا اليوم مع الجلسة الحوارية الأخيرة في حفل يوم المرأة العربية، وسعيد جدا وأقف يعني احتراما لكل الزميلات الإعلاميات القديرات وأدير هذه الجلسة اللي تشرفت بإدارتها. بداية اسمحوا لي أن أعرف بالإعلامية الأردنية هيا العجا، وهي مذيعة في قناة رؤيا وباحثة في الشأن الأردني وتحديدا التراث والموروث الأردني، والإعلاميات من فلسطين الأستاذة سمر سوابتي وهي أيضا إعلامية، والأستاذة نجاح مسلم إعلامية ومعدة من فلسطين. طبعا إحنا عم نحكي عن جلسة حوارية بعنوان الإعلام الرقمي الواقع والمأمول، ولا شك الواقع سنتعرف عليه من عيون وخبرات زميلاتنا العزيزات، وأيضا ما هو مأمول وهو كثير. فعليا أنا دوري مش الحديث وإدارة الحديث، لكن أيضا حابين نسمع من جمهورنا العريض من الإعلاميات القديرات، من الشباب اللي عم نشوف فعليا عنا جمهور من الشباب الأردني، الصبايا والشباب اللي حابين يكونوا جزء من هذا الحوار. وأنا وعدت الجميع أنه فعلا سنفتح باب الحوار. يمكن الساعة الآن معنا الساعة الواحدة تقريبا، فمعنا ساعة من الزمن إن شاء الله نستمع إلى المتحدثات ونفتح باب الحوار لاحقا. إذا بدأنا الحديث بعد الترحيب بزميلاتنا وإعلامياتنا القديرات، أهلا وسهلا فيكم. بحب نسمع فعلا من كل إعلامية عن مجالها، شغفها، دورها، وكيف ترى هذا الدور، كل من موقعه، كل من مجال عمله، كل من مجتمعه. أيضا عندما نتحدث عن فلسطين والأردن وهذه التشاركية نجتمع دوما في الهم الواحد والمصير الواحد، وإن كان هناك تراث مشترك وهناك تراث متميز، فالأجمل نسمع فعليا بداية من الأستاذة هيا العجا، وهي باحثة في التراث الأردني وتقوم بإعداد محتوى رقمي جميل جدا. لمن لا يعرف الأستاذة هيا العجا، يختص فعليا بالتراث الأردني من بيئة، من طبيعة، من شعر، من بادية، من حضر، من قرى، من محافظات مختلفة في أردن الواسع. أترك الحديث للإعلامية الأستاذة هيا العجا لتعرفنا أكثر عن نفسها وما تقوم من إعداد محتوى رقمي. لك الحديث أستاذة هيا. شكرا لك وشكرا لملتقى الأستاذ طارق غزالي أولى مركز الإعلاميات العربيات. مبسوطة بوجود يعني عدد من الإعلاميين والجميع، شكرا لوجودكم. بالنسبة لي أنا بشوف كلمة إعلامية كثير كبيرة، لا أفتقر يعني أسمي حالي إعلامية. أنا في الدرجة الأولى صحفية ومذيعة، والأهم ما أقوله أني صحفية وباحثة في التراث الأردني، هذا أهم لي من أي مسمى آخر، وهذا قدري للآن يعني، لأنه كلمة إعلامية أكبر مني بكثير. الإعلامية هي اللي تركت أثر وتركت إشي حقيقي، تركت نهج يمشي عليه إعلاميات غيرها، فأنا بكتفي بكلمة صحفية. هسا الأهم أحكي إنه شو بعمل. اللي بيعرفني بيعرفني أنا مذيعة أخبار، لكن الأخبار مش هي حياتي ولا هي رسالتي اللي بدي أقدمها. أنا يمكن من حبي للأردن، كثير ناس تحب يعني كل واحد بيحب بلده، فطرته يحب بلده، لكن أنا بحبها بطريقة مش عادية، بحبها بطريقة استثنائية. بشعر إني بمثل الأردن لأني بحبه. يعني الناس لما تقول هاي تمثل الأردن أو تمثل البنت الأردنية، لأنه أنا بصدق بحب الأردن وبدي أمثلها. وبشوف إنه في كثير رسائل الناس قاعدة توصلها بالإعلام، لكن أهم رسالة إنك تثبت وجودك على الأرض. ولقيت أهم طريقة إني يعني أثبت وجودي على الأرض وأثبت الأردني وجوده على الأرض هو الهوية والتراث، ما في أهم منهم. لقيت إنه أهم السياسة، أنا درست سياسة وكملت ماجستير إعلام، لكن اعتبرتها أدوات لإيصال رسالتي رسالتي اللي هي الأردن. أنا بحب فيروز مش كمغنية، يعني بحبها كثير. صوتها حلو وأغانيها فيهم رسائل سياسية قبل اللي يعني بعرف يجوز عن قرب، مش إني بعرف عن قرب، بعرف من هنشا يعني كيف أعرف كيف تمشي ومسرحياتها، أعرف إنها عندها رسالة كثير أقوى من الغناء والحب. في رسائل سياسية، رسائل هي أرزت لبنان. أنا رسالتي الأكبر من هذا كله إني أكون دحمة الأردن،
يعني يتذكر الأردن يتذكره. هاي رسالتي، مش لأني لحب الاستعراض، لا والله، لأنه أنا بحب هذا البلد، وبتخيل أقوى طريقة توصل فيها رسالة البلد هي أنك ما عندك ستوري تتل. إذا ما عندك قصة ما عندك إشي. القضية الفلسطينية اليوم بتناولها أبنائها بالستوري، وأنا مع إنه نركز زي ما قال الأستاذ طارق إنه في تقصير في الرواية الفلسطينية، يمكن دائما اهتمامهم في الجانب السياسي، لكن أحيانا بنبسط من زملائي في رؤية إنهم بيطلعوا مثلا المسرح في فلسطين، الفيلم الفلسطيني، وهذا استثنائي وجميل وهذا اللي بدنا إياه. اليوم لما يسرقوا تطريز فلسطيني هم بيحاربوا بأقوى الأسلحة. ما قال لك وعملت رسالة عن التعليم في فلسطين وأنا في الجامعة، لقيت إنه الاحتلال بيحارب التعليم والتعليم والثقافة وكل هذا يعني بيندرج تحت مسمى واحد أو مكان واحد، وهو الأهم. لقيت إنه أهم السياسة وأهم الاقتصاد إذا ثبت نفسك على الأرض. فأنا رسالتي إني أثبت نفسي على الأرض، أثبت الأردني على الأرض وأدافع عنه وأدافع عن قضيته. لكل دولة فيه قضية، أنا هذا هاي وجهة نظري. اللبناني عنده قضيته والفلسطيني عنده قضيته، فقضية زي أي شخص يحافظ على وجوده ويحافظ على مكانه. عنا إرث وعنا هوية خاصة واستثنائية، وعنا عنا شعرنا وعنا زينا الخاص. يعني أنا الآن بصدد الانتهاء من إنتاج كتاب يتعلق بالزي الأردني التقليدي مع وزارة الثقافة، عم ننهي يعني الحمد لله رب العالمين، ومدعوين جميعا طبعا لإشهار الكتاب. سميته المزيونة، وتناولت فيه كل ما يتعلق بالمرأة الأردنية من لباس وكحل والأخر، هي وقوة المرأة الأردنية استعرضتها في هذا الكتاب. هذا جزئية البحث في التراث، إضافة للعمل في تدوين السياحة والسياحة التراثية. لقيت في مفهوم بحب مصر، أنا أو مصر للدقة، أحب اللغة العربية. لقيت في مصر في مصطلح اسمه السياحة التراثية، ونجهل عنه شوي احنا بالأخطار العربية الأخرى، لكن مصر بتهتم فيه والمصريين بيهتموا فيه. حاولت اني اجيب هذا المصطلح واعمل فيه بذرته، انك انت بدك تحكي قصتك وبدك تعمل سياحة التجربة وسياحة التراث حتى تجيب سياحة مختلفة. اليوم اللي يجي على البتراء ما يرجع عيدها اذا ما عنده قصة، اذا ما عندي قصة احكي له اياها لما يجي على البتراء، إذا ما عنده قصة لما يروح على البحر الميت يجي على البحر الميت يقولوا له هذا في علاج وما في هون البتراء هيعملوها الأنباط ويروح، ما في قصة. المصريين بيخلقوا القصة، فهذا اللي بيخلي السياحة في مصر قوية. هدفي بالسياحة لأن هي جزء من حفظ المكان والأرض والتراث، فلقيت حالي في تدوين السياحة التراثية، ولقيت حالي في الحفاظ على الأرث الأردني. هذه رسالتي وهذا اللي أسعى لإيصاله، وأهم بالنسبة لي من أي رسائل أخرى. شكرا. جميل، أشكرك أستاذي هيا، وواضح وجلي للي بتابع فعلا الإعلام الرقمي والمحتوى الرقمي اللي تشاركنا فيه الأستاذي هيا في تسليط الضوء فعلا على التراث والهوية الأردنية بالبادية تحديدا والقرى والمحافظات المتنوعة، وهاي صناعة محتوى رقمي. يمكن حنرجع لحضرتك ايضا ببعض النماذج اللي ممكن نشوفها، كيف لك تسخير الاعلام الرقمي والمنصات التواصل الاجتماعي باظهار ما تدونه، وهذا اللي احنا بنحكي عليه الان بالاعلام الرقمي، وكيف يمكن لهذه التقنيات الحديثه ان تساهم في نشر وتثبيت الهويه والتراث والموروث اللي حضرتك عم بتحاولي ان تنشريه. اسمحي لنا يعني ان نستمع الان ايضا لتجارب الزميلات من فلسطين، ولا شك هناك تجارب خاصة جدا وقيم وتراث وموروث وقضية يعني لا يختلف عليها اثنان من خلال ما تقوم به في فلسطين المحتلة. إذا سمحتي للأستاذ إخلاص مسلم النجاح عفوا النجاح مسلم للتعرف أكثر وتعرفي جمهورك على ما تقومين به أيضا كإعلامية ومذيعة وصاحبة محتوى من خلال المكان اللي انت حضرتك الان تتقلدينه. الحديث للجمهور طبعا ليتعرف على شخصك الكريم اكثر. شكرا جزيلا. اسمح لي ان ابدا بالقول
بقول الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: أن تكون فلسطينياً يعني أصاب بأمل لا شفاء منه. فلكم أن تتخيلوا ونحن هنا اليوم في مركز الإعلاميات العربيات يحتضنوننا وبرعاية من سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، كيف للأمل أن يتجدد مرة تلو الأخرى. نحن الفلسطينيون لنا عدة أدوات للنضال، ومن أهمها هي الرسالة الفلسطينية أن تخرج العالم، ونرى في هذا الإعلام الرقمي نافذة العالم. اسمي نجاح مسلم، صحفي محلل أخبار ومعدة برامج. محررة ومعدة ومقدمة برامج إخبارية وبرامج عدة أستضيف فيها العديد من الشخصيات في محاولة لأنسنة القضية الفلسطينية. درست بكالوريوس كإعلام وأكملت دراسات دولية كماجستير، واستنتجت بأننا في زمن لم يعد للخبر كخبر مجرد أن يصل للعالم، لابد من أنسنة هذه الأخبار، أن نبحث ما وراء هذا الخبر. من منطق كوني أعمل في هذه الاستضافة الكريمة، يمكن أنا كنت بدي أختصر جزء كتير كبير باللي قاله الأستاذ فادي، بأنه فعلياً أنا ما قدرتش أبداً، يمكن لو أنه كان مفتوح الجسر كان التحقت بزميلاتي المساء، بس اضطريت إني أكون قبل ما يفتح الجسر عشان هو بيفتح 8، فأنا لازم أكون 7:30 عشان أول سيارة ألحق المؤتمر من الأول، ولحسن الحظ أنه قدرت ألحقه من الأول. أنا باحثة بالإعلام الرقمي، معدة ومقدمة أخبار وبرامج بإذاعة رايا أف أم. يمكن اللي بدي أقوله هو إحنا ما بنقدرش كفلسطينية نتخصص بشيء معين. ليش؟ لأنه أنت عم تحمل رسالة، أنت مطلوب منك تناضل على كل الأصعدة بكل الميادين، أنت مطلوب منك تحمي، مطلوب منك تحمي موروثك، مطلوب منك تحمي تراثك وتوصله للعالم، مطلوب منك تسلط الضوء على كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبالموروث الثقافي، بالأكل الفلسطيني. يعني إحنا يمكن اليوم رغم تشابه الثقافة الأردنية والفلسطينية، ولكن يتعرض الموروث الثقافي الفلسطيني للسرقة من أكل، من ملبس، من يعني شوية يخنقونا وياخذوا نفسنا منا. بمنتدى أجورا للنوع الاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، ومثلت فلسطين والقضية الفلسطينية في العديد من المؤتمرات العالمية. فبفترة كورونا إجاني إشعار أول ما تم انضمامي لمنتدى أجورا، بيطالبوا اسم المنظمة UN Watch، منظمة وهمية تعتبر نفسها إنها مراقبة على الأمم المتحدة، بتقول بأنه هدول إرهابيين، وكنت أنا صنفت إرهابية من بين هدول الأشخاص اللي إحنا تم انضمامي. وبوعد الأستاذ محاسن الإمام، وأنا عارف يعني الدكتور طلال لو كان يعني أكيد قدم نفس الشيء، وأنا بنفسه بنحكي دائما أنه سنساهم في تحويل ورقمنة ايضا محتواك سيدتي وانتاجك الفكري لوضعه ونشره قدر الامكان على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى كل المنصات الرقميه، فهذا التاليف لازم يوصل لابعد الحدود. بالعوده للاستاذه هيئة عجل، وانا متاكد انه يعني شاركتنا بالعديد من الفيديوهات اللي بتختصر كثير من الكلام اللي عم بتحاول توصليه حول التراث الاردني، صح؟ نعم، يعني بحب نعرض شيء معين. طيب اي فيديو بتحبي نعرض؟ اي واحد نبلش فيه؟ اجي معاكم اشوف. يلا في الطفله الصغيره. يلا
يعني تعليقي بس على الفيديو عشان أوضح شو بعمل وعلاقتي بالإعلام الرقمي وهي رقمي في اللغة العربية. رقمي وليس رقمي، عشان بنحكي عن إعلام رقمي فلازم يعني بدنا نبلش فيه وبدنا ننخرط فيه فلازم نعرف مسمى الأصل في اللغة العربية. بالنسبة لي الإعلام التقليدي كان حلم إني أنا أكون جزء وأطلع تلفزيون، يعني هذا حلم من أنا صغير. لكن بالوقت اللي بلشت فيه بلشت بثورة الإعلام الرقمي، لذلك كان مهم اللي بدي أستعرضه. كثير شفت مثلاً على التلفزيون الأردني وتلفزيون رؤيا والمملكة وغيرها من القنوات استعراضات للتراث والآخره، ولكن اليوم جمهور التلفزيون غير عن جمهور الديجيتال ميديا، فبدي أخاطبهم. يعني الجيل اللي لازم يعرف هو مش الجيل اللي على التلفزيون، الجيل الموجود هو الجيل اللي بدي يحضرني تينيجرز أو أكبر منهم شوي، هذول الجماعة موجودين على السوشيال ميديا، فعشان يحضروا هاي الأشياء. ولما أسمع منهم إنه إحنا جدتي كانت تسوي زي هيك ولا أمي كانت تسوي زي هيك، أنبسط إنه قاعدين يرجعوا ويستذكروا هاي الأشياء. كل فيديوهاتي فيها استذكار للمنطقة المكان والزي، وأيضا الأغنية رجعت الأغاني الأردنية اللي تغيبت شوي عن السمع، خلينا يرجع لما تسمع يعني ذاكرتك بتكون أغنى. والناس كثير حبت وتفاجأت، يعني حتى يعني من برا الأردن يجوا السعوديين ينبسطوا والمصريين يتعرفوا على ثقافتنا، مش بس الأردني قاعد بيعرف وبيستذكر، لا بس كمان الإخوان يعني من الدول العربية عم بنبسطوا وعم بيعرفوا عن تراثنا عم بيعرفوا عن الإرث الأردني. بحب أستعرض كمان أيضا يعني شيء آخر، يعني بحب أيضا أن أفرجيهم أني أنا بحكي عن شخصيات أردنية حتى ترجع على الذاكرة. فيديو حبيب الزيودي بسيطة جدا. يعني أصحابي بتكون مثلا طاشين هيك، أنا طول هاري في المحافظات، وين هي في إربد، وين هي بلخلة، وين هي، فأنا ما بقعدش بعمان في أيام عطلي، يعني يا بداوم في الأخبار يا اليوم الثاني اللي أعطل فيه أكون في إحدى المحافظات وإحدى القرى وإحدى البوادي، أنبسط في البر وبيعبر عني كثير. حبيت أنقل كل التجارب كل الأماكن، مثلا هذا منزل شعر الأردن عرار، والله العظيم أهل إربد نفسه ما كان يعرفوا، فانبسطوا قالوا لي إنه عم ترجعين على أماكن، فصارت الناس تروح تزور. عملت أيضا فيديو لمتحف ودارة الشهيد وصف التل، أيضا كمان يعني لقيت رقم ضرب هيك والناس حبت وراحت تزور المكان. فالمكان والمأكولات الأردنية الشعبية والزي، استعراض الزي الأردني، أحيانا الناس مثلا تتلخبط تقول لك مثلا هذا الزي شو اسمه أو هذا الزي، يروحوا مثلا يمثلونا برا بأزياء مش أزيائنا. فكان الكتاب إن شاء الله يعني اللي أنا هذا حلم من أحلامي، لما يصدر إن شاء الله راح يميزوا القطبة الأردنية. أنا سيدة وداد قعوار يعني قابلتها وتعلمت من تجربتها، هي أصدرت عن العديد من الكتب في الزي الفلسطيني وتأثرت فيها، ولما قالت لي أنا طلعت من فلسطين معي ثوبي، قلت لو تركت ثوبي كان ضيعت القضية، جبته معي وجبته على الأردن وبلشت أحكي عنه، فأثرت فيه. قلت طب أنا ليش ما أحكي عن زيي، ليش ما أحكي عن قطبتي، قطبتي مميزة وقطبتي استثنائية وقطبتي صعبة، والزي الأردني مميز ومختلف وكحل المرأة الأردنية ودقها، هذا هاي قصص. ف
في ناس ما عندها قصص وبتحكي قصص، يعني في عدد ما في، في ناس يعني تختلق القصة. أنا عندي قصة ليش ما أحكيها؟ وبعتبر يعني أكيد كلنا كإعلاميين بالدرجة الأولى لازم نكون ستوري تيلر، رواة. إذا كنا جود ستوري تيلر إحنا نوصل قصتنا. فبالنسبة لي اهتميت في الإعلام الرقمي لأنه هو الحاضر والمستقبل، وهو اللي جاي والناس راح تتأثر فيه، وهو اللي راح يشكل يعني الكيان الجديد تحديداً بعد كورونا. فهاي تجربتي، وفي إذا بتحب نستعرض أيضاً أشياء أخرى طبعاً خلال الجلسة إن شاء الله أستاذ هيا راح يعرض المزيد من الفيديوهات. تسليط الضوء على الثوب تحديدا فعليا ومدى اثره، يعني يمكن شفنا كلنا تابعنا فيديو انتشر كالنار بالهشيم على الثوب الفلسطيني من كل مدينه، يمكن شفناه انتشر بشكل كثير كبير، انه الصبايا لابسات الثواب الفلسطينيه، واحده بتحكي انا بيت لحم، انا الجليل، انا القدس، انا بيت جالة، انا صح. وكان جدا جميل فعليا انه كل ثوب، وهذا الاعلام الرقمي اللي احنا بنسعى له فعليا. هناك جانب قد يكون مغيب حتى للصبايا، هلا بنسمع منهم آرائهم. ايضا اليونسكو صححوني، يعني انتم اعلاميات وادرى مني، تم اعتماد الثوب الفلسطيني من اليونسكو التطريز كماذا؟ يعني لا توثق في اليونسكو، وهذا ايضا جزء من الاعلام الرقمي اللي يجب التسليط له. هنا بننقل السؤال استاذه نجاح ايضا لحضرتك، كصناعه المحتوى الرقمي ولديك محتوى رقمي، وهنا نتحدث عن صمود الفلسطيني أمام الاحتلال وإثبات الهوية والتراث والموروث، ماذا لك أن تحدثين عن صناعة المحتوى الرقمي في مواجهة الاحتلال ودعم الصمود الفلسطيني؟ بحب ممكن نعرض الفيديو حتى يكون في تفسير حق اللي بدي أحكيه، لأنه فعلا الكلام لم يعد يجدي يعني نفعا. مش فقط الكلام، كلام وصورة كله بيحتوى. لكن هنا لا ضمانات، القصف برا وبحرا وجوا دون هدنة، قول الله أكبر وحدها تعلو فوق الدم والدمار. اليوم كل ما أحضر هالفيديو هذا بتأثر، مع أنه إحنا لساتنا بنعيشه. هذا الفيديو قمت بإعداده وترجمته خلال الحرب. الكلام فعلاً له أثر، ولكن وحده مش كفيل بإنه يوصل الرسالة. اليوم عندنا أدوات كثيرة ممكن نضيفها، بس بناء على هذا الفيديو تم إغلاق حسابي. أنا هون ما عم بحكي عن حالة فردية، عم بحكي عن 66 ثانية، كل 66 ثانية يتم عرض أو وضع بوست أو بث فيديو أو بث صورة محرضة على الفلسطينيين، وذلك مش يعني أرقام وهمية، وإنما هذا كلام موثق من مركز حملة، وهو مركز يختص في الإعلام الاجتماعي. تخيلوا كل 66 ثانية هناك رسالة بث تحريضا على الفلسطينيين. بالمقابل عندما نحاول ألسنة القضية الفلسطينية لا دماء في هذا الفيديو، ما في دماء، ما في نهائيا، ما في حتى صوره لاشلاء. وانا كنت مستقصده في محاوله لاختراق الخوارزميات الرقميه عشان توصل هالرساله، ولكن اغلق هذا الحساب بدون اي انذار مسبق. ببساطه كان في رساله لاختراقك المعايير الخاصه بميتا. تخيل جمله واحده، كلمات بسيطه كفيله بانها تغلق الفم وتغلق الاعين. ولكن كصحفي فلسطيني قدامنا مشوار طويل طويل طويل، احنا حتى كفلسطينيين في محاولة، خلينا نحكي للتحايل، مش عارف اذا هون تعبير صحيح، لانه احنا فعلا نحاول دائما نتحايل على الخوارزميات. يعني حتى كمحتوى رقمي الكلمات بنحطها احرف منفصلة عشان نحاول نوصل خبر، كخبر بنحاول نوصله
بكلمات بأحرف متفرقة. يتم اعتقال المواطنين للساعة غير الصحفيين بناء على منشور. اتطور هذا الموضوع، انتقلنا من حالة الاعتقالات بناء على منشور للجنة مختصة للتواصل مع منصات التواصل الاجتماعي لحتى يتابعوا ما يتم وضعه من محتوى فلسطيني. انتقلنا من اعتقال أفراد إلى إغلاق حسابات ومواقع إخبارية وإغلاق مؤسسات. طبعا قول وفعل مباشرة، مصادرة المعدات إن كنا عم نحكي عن إذاعات أو حتى كفضائيات. ولكم أن تتخيلوا الأرقام المهولة اللي وصلت مش بس خلال الحرب وما زالت. إحنا اليوم قبل خلينا نحكي 3-5 سنين كنا نحكي 10 مواطنين تم اعتقالهم، مئات المواطنين. حتى إحنا كفلسطينيين بدي أكون أنا صريحة وواقعية، حتى إحنا كفلسطينيين لما نحكي كل يوم الصبح أنا بطلع بالموجز بيكون في عشرات الاعتقالات. أنا بحكيها بس بطل في هذا الأثر. للأسف وصلنا لحالة من التبلد. تمسحنا بالعامية، هذه لغة مشتركة بيننا وبينكم يعني في الأردن، أظن نفس المعنى تمسحنا، لأنه هذا الرقم بطل يأثر فينا. إحنا كل يوم بنحكي في عشرات الاعتقالات. طب أنا وين من أنسنة هذه القضية؟ فهي كانت محاولة بسيطة، هي إحدى المحاولات البسيطة لأنسنة هذه القضية. هذا الطفل مش واقف على ركام موجود، يعني هذا داره، داره. شفت السماعة كيف حتى يعني كل الجامع هاي، هذا داره، واقف فوق داره وقاعد بكبر. كذلك الحال بالنسبة لنا، لازم إحنا نعلي صوتنا، لازم إحنا نعلي صوتنا. فلما أنا فعلا شفت إنه أنا مش هاي وظيفتي، أنا لحالي كصحفية. طبعا في مواطنين عاديين اليوم بإمكانه يمسك التليفون ويصور من محل ما هو موجود، ولكن ليس الكل يمتلك هذه المهارة بأنه يحكي شو في عنده. في ناس ممكن تتأتي، في ناس أفكارها، تخيل واحد داره قصف شو بده يحكي، من وين بده يبلش، ولا شو بده يحكي، لا يحكي لحتى يحكي للناس يا ناس أنا هون. فتخيل لما أنت تشتغل على هدول الشباب والنساء كيف يقدموا فكرتهم، شوفوا القوة اللي أنت فعليا بتمنحوا إياها. وكذلك الحال بالنسبة لمركز الإعلاميات العربيات، هاي الدورات يمكن بنظر البعض هي تكون بسيطة، ولكنها تمنحنا القوة والدافعية دائما إنه نحس إنه في ناس عم تسمعنا. إحنا التشبيك يعني للأسف مع الكورونا كان عبر زوم، بس الحمد لله اللي في زوم. الإعلام الرقمي اليوم سلاح ذو حدين. إحنا صحيح يتم محاربتنا كمحتوى للفلسطينيين، بمنعونا من التعبير والنشر، ولكن بالمقابل هناك وسائل أخرى وأدوات أخرى يمكن توظيفها. العلاقات ما بين الصحفيين، احنا بنشكل شبكة كبيرة مش بسيطة، مش هوينا يعني ابدا. بامكاننا انه نحط ايدنا بايد بعض لحتى نوصل هذه الرسالة، لان هي فعلا رسالة تستحق ان تروى، وكل واحد فينا عنده القصة تستحق ان تروى. شكرا. يعطيك العافية استاذ نجاح. وفعليا يعني احنا هذا اللي بنتحدث عنه، قد تكون مظاهر الدمار والقتل والتشريد والاعتقالات اصبحت نمطية لطريقة التمسح على حد التعبير. أستاذ نجاح، يعني ما بدنا نحكي إحنا مشاعرنا دائما جياشة ولا نخفي مشاعرنا، لكن هون الاختلاف، إذا تسمحوا لي أنا فقط يعني مشاركة، إنه الاختلاف ما بين الإعلام التقليدي الفضائي بالإعلام وله كل الاحترام، وبين الإعلام الرقمي إن كان من خلال الشباب والصبايا من أرض الواقع من رحم المعاناة، اللي فعلا قد يخرج بجمالية تظهرونها كما أظهرت الأستاذة هاي، يعني جمالية مناطق أردنية وثوب وتراث وعادات قديمة، كما أظهرت الأستاذة نجاح معاناة طفل وتكبير من فوق الركام بطريقة مختلفة، مع أنه يوميا عم نشوف الركام والقتل والتهجير والتشريد. فأعتقد في لغة مختلفة الآن رقمية يجب أن نواكبها. ومن هون يمكن بسأل سؤال الأستاذة سمر، كيف لك كإعلامية صاحبة محتوى صانعة محتوى رقمي أن تساهم فعليا في إثراء المحتوى الرقمي الهادف الذي يظهر الحقيقة جلية، لكن مع الجيل المتواجد حاليا بغير نمطية، للوصول للمشاعر فعليا، للاستمرار على ما نحن عليه؟ يعني بالبداية أستاذ فادي، دعنا نضع اليد على مكان من الخلل. نحن بحاجة لتغيير أولا نمط الخطاب، لأنه هناك خطابات قد لا ترتقي لأن تصل للعالم بالصورة التي نريدها نحن كفلسطينيين. وبالتالي المطلوب أولا هو تغيير الصورة النمطية تجاه الشعب الفلسطيني، وأن نكف عن مخاطبة أنفسنا. يجب علينا أن نبدأ بتوجيه الخطاب للعالم
بمختلف اللغات، وهذا يعني بدأ الانتباه له مؤخرا من قبل الفلسطينيين، لربما كانت قضية منى الكرد هي استطاعت أن توصل مفاهيم ومضامين ومحتوى فلسطيني يصل للعالم أجمع، ونحن علينا أن نكمل هذا. هناك ناس واعيين أو يعني شباب فلسطينيين واعيين للقضية، لمفهوم القضية، للمفاهيم، وعندهم محتوى رائع، محتوى كبير بإمكانهم أنه يبدعوا بنقل الصورة الفلسطينية ونقل الرواية الفلسطينية، ولكن نحن بحاجة لتوظيف هذه هذا المحتوى الذي يعني يقومون به بتوظيفه من خلال السرديات ومن خلال مثل ما تحدثت زميلتي نجاح أنسنة القصة. نحن بحاجة لأنسنة القصة. بأحداث أيار اشتغلنا على موضوع أطفال الشهداء الأطفال، وحاولنا نطلع مضمون بطريقة مختلفة، لأنه العالم اليوم بطل الخطاب الدم مجدي فعليا، فحاولنا نطلع أنسنتهم، نطلع الأطفال اللي عم بلعب بالشارع هو طفل تم قصفه دون أي ذنب. حاولنا رصد كل شهداء الأطفال من أول شهيد طفل لحد آخر شهيد طفل والمجزرة الشهداء اللي تم ارتكابها بغزة. حاولنا نوظف ونوصل صوتنا للعالم بأنه لا، إحنا كفلسطينيين قادرين، ولكن بحاجة لدعم، بحاجة لتبني، وبحاجة لمواجهة المحتوى، التقييد المحتوى الفلسطيني الذي يتم من قبل إدارة المنصات الاجتماعية. وأيضا نحن بحاجة للتدريب والتأهيل، هناك نقص في المهارات. كمية المحتوى الرقمي العربي في آخر تقرير أصدرته الأمم المتحدة هو 5% من محتوى العالم، وبالتالي لازم أنه ننتبه لأهمية المحتوى، لأنه عندنا محتوى ولكن إحنا مش عارفين كيف نوظف هذا المحتوى ونطلعه للعالم. فيجب الالتفات إلى السرديات، الإحصائيات، الأرقام، توظيف صحافة البيانات والداتا. اليوم العالم كله رايح لهذا الاتجاه، وبالتالي مطلوب منا بأنه نستخدم. إحنا عم ندرس بالجامعات، اليوم صار الإعلام الرقمي موجود، بس قديش فينا عم بيشتغلوا؟ عندنا نقص يمكن بتأهيل الطلاب من خلال الجامعات لتوظيف السرديات الرقمية والتقنية في هذا المجال. هذا المطلوب منا تحديدا، مطلوب بأنه أنسنا القصة، نستخدم صحافة البيانات ونستخدم الأرقام والإحصائيات، لأنه كما تحدث الدكتور طلال، العالم اليوم بحاجة لوقائع وليس بحاجة لخطاب الضحية. نحن ضحايا بالتأكيد، ولكن أعتقد أنه إحنا وصلنا لمرحلة أنه لازم أواجه. أنا ضحية ولكن أنا صامدة، أنا وجودي اليوم هون هذا يعزز صمودي بفلسطين بكل التحديات اللي أنا مريت فيها. وجودي بأي حفل أنا موجودة فيه هذا يعزز هويتي كفلسطينية، إنه أنا رغم كل التقييدات الموجودة بالوطن من قبل الاحتلال، إلا إنه أنا يعني عم بطلع بحكي رغم كل التصنيفات اللي إحنا ممكن نتصنفها، عم نطلع عم نحكي، عم نحاول نوصل، عم نحاول نبني علاقات ونكون علاقات، عشان إذا إحنا بيوم من الأيام يعني إحنا أي حدا فينا دائما بنقول إحنا فلسطينيين مشروع شهادة، يعني أي حدا فينا ممكن بلحظة إنت عم حاجز يعني تستهدف وتقتل أو تعتقل. فإحنا دائما بنقول إنه إحنا بنحب نوصل صوتنا وصورتنا لأي صحفي وصحفية من خارج فلسطين لحتى هم يكملوا عن الطريق، يعني إحنا ممكن نعطيهم، وهذا بحاجة لتوظيف كل هاي البيانات والمعلومات وأرشفتها رقميا، لأنه دائما التاريخ يجب أن يخلد. واليوم في ظل وجود كل الإمكان، يعني كل العالم اليوم على تقنيات، بس يمكن اليوم جيل اليوم لو ما كانش مؤرشف النسويات والفلسطينيات المكافحات المناضلات وكل التاريخ الفلسطيني رقميا، بالتالي قد يعني يتم تغييب الوعي للأجيال القادمة، وهذا مهم تسليط الضوء عليه. فبالتالي منظومة تعزيز الوعي الفلسطيني و صمودنا أمام مواجهة الاحتلال أو المنظومة الاحتلالية بشكل عام، هذا يتطلب كثير من الأمور، بدايتها وأساسها وختامها بدعم المحتوى،
دعم المحتوى من خلال كما تحدث تدريب تأهيل تعزيز وتغيير الخطاب. دائما أقول يجب تغيير الخطاب الموجه للعالم. العالم وصلت لمرحلة بتقولنا وتحديدا خطاب البطولة، البطولة والتأثير. نعم نحن أبطال، يعني لا شك بمصطلحات، لا شك هي موجودة بهويتنا وبوعينا الفلسطيني، ولكن العالم اليوم بقولنا إذا أنتوا أبطال وقادرين بأنه تاخذوا حقكم بإيدكم ليش طالبين تعاطفنا؟ فمفهوم في مفاهيم لازم احنا كفلسطينيين نركز عليها، وفي جيل اليوم واعي عم بيحاول يركز على هاي الامور، وعم بيحاول يوصل صوتنا بمختلف اللغات ويركز على الالسنه. احنا قبل كنا نفكر انه اي دمار او قتل او دم هو اللي بده يخلي العالم تتعاطف معنا، لا، اليوم انا الانسانيه اللي جواي هي اللي بتخلي العالم تتعاطف معي. طموحي بانه انا اقدر اتنقل زيكم، ما امرش بثلاث حواجز، وهذا مهم. يعني ما أمرش لسه أنا قبل ما أوصل الجسر أنا بمر بألف حاجز، يعني أنا من مدينتي للجسر أنا عندي كذا حاجز إحنا بنمر عليه. فهذا لا، أنا من حقي إنه كمان أوصل هاي المعاناة بإنسانية العالم تفهم إنه ما أنا أوصل على الأردن أنا لازم أطلع من الأربعة الفجر أو الخمسة الفجر وهي بتبعد عني ساعة بس. فهي مفاهيم علينا كفلسطينيين انه نشتغل عليها وعلى كل العالم، يعني هذا الموضوع تكاتف منا ومنكم، لانه احنا دائما نقول وما زلنا بانه كفلسطيني واردني احنا شعب واحد. اذا احنا صار فينا شيء فانتم بدكم تكملوا المسير اللي احنا بلشنا. فشكرا كثير. الله يحفظك. شكرا استاذ سمر. انا صراحه يعني تسمحوا لي زميلاتنا لانه وعدنا الشباب ان نفتح باب الحوار، ويمكن من اسئلتكم بصير التفاعل اكثر وممكن نجيب عليهم. فاذا بتسمحوا لنا اذا حدا عنده سؤال، هون في عندنا سؤال، واللي عنده سؤال برضه يعني يستعد. يلا تفضلي اختي، تعرفين عن نفسك وسؤالك. راندا جميل، صحفيه مصريه، صحيفه الشرق الاوسط الجديد وموقع كليوباترا الاخباري، موقع خاص. الاول بشكر مركز الاعلاميات العربيات الاستاذه محاسن الامام ودورها الداعم دائما في دعم كل الاعلاميات العربيات، وبشكر ملتقى طلال ابرزاله من اننا موجودين فيه وهو الداعم كمان للاعلام الرقمي. عندي نقطتين بدي اتكلم فيها. الاول بشكر الاستاذه هيا على كلامها الحلو للمصريين، بس انا عندي تعديل بسيط. يعني يمكن حضرتك قلتي ان الاعلام ان مصر قادرين على خلق القصه، لا هم مش قادرين على خلق القصه بس، معلش خلينا اكمل وبعدين صلحي. هي القصه موجوده من 7000 سنه والتراث موجود من 7000 سنه والعالم كله بيتكلم من 7000 سنه، فبما ان الحضاره موجوده والتاريخ موجود والاثار موجوده فالموضوع اللي تبقى الماده موجوده، فهم مش قادرين على خلق القصه، هي القصه بتفرض حالها. نقطة ده بس مجرد تعليق بس على الكلام اللي قلتي. بما ان المحاضرة عن الاعلام الرقمي والتعليم الرقمي، يعني ما نقدرش ننكر ان التوجه كله في التعليم وفي الاعلام وفي كله للتعليم الرقمي، لان العالم كله بدأ يتغير نحو عن التعليم عن الاعلام القديم وعن التعليم القديم. لكن مهما عملنا لحد الان اعلامنا العربي وتعليمنا العربي في الجامعات بيظل منقوصا مقارنة بالإعلام الغربي. إيه السبب؟ هل محتاجين لدعم من شركات أجنبية زي ما بيحصل بالفعل؟ ده موجود، ومستثمرين أجانب وشركات أجنبية زي ما بيحصل في الغرب، والدليل إن إحنا هنا مثلا في الأردن بالتحديد بلاش موجودين في جامعة طلال أبو غزالة وهو الداعم الأول كمستثمر، دائما يدعم ويدافع ويشجع على التعليم الغربي. أو محتاجين إلى برامج نوعية متخصصة دقيقة لدعم الإعلام حتى نرتقي بإعلامنا الرقمي ويضاهي الإعلام العالمي ويثبت وجوده في الفضاء الكوني الحديث. شكراً. ميرسي كتير. شكراً وأهلاً وسهلاً فيك بكل أهل مصر أهلنا. ما بعرف حابين إجابة سريعة أستاذة هيا على التعليق بس. تدرج أحياناً رندا. أستاذة رندا، أنا مسافرة على مصر. تنفي إمتى؟ 26 شهر الإسكندرية تحديداً. أنا من عشاق مصر وعندي أصدقاء وأحب مصر كثير. التدرج في الكلام يمكن كان مش واضح عن القصد، مثلاً الاحتلال والأوروبيين وغيرهم هم اللي يخلقوا قصة من لا شيء. مصر أم الحضارات. أنا رايحة مصر أكمل دكتوراه
في الموروث الشعبي، وبعرف العلم الكبير، ومصر عندها علم خاص فيها اسمه ايجيبتولوجي، فأنا مدركة ومقدرة، وأنا بلدي الثاني مصر وأحبها بعد الأردن تماماً. فيعني أتمنى أن يكون بس هي مجرد توضيح إنه اختلاق القصة هي للآخر مش مصر، مصر إحنا نتعلم منها، مصر أم الحضارات. شكراً. شكراً شكراً أستاذي هيا. شكراً. سؤال آخر؟ تفضلي، عارفين بنفسك وسؤالك. مساء الخير، ختام جبارك وتعرفوني، أنا من وكالة نيروز الإخبارية. بشكركم جميعا وبحب أعيد جميع المعلومات عشان عيد الأم كمان. أنا بدي عشان هي اللي حكته نفس الشيء بصراحة لفتت نظري عشان متحف الشهيد وصف التل، أنا كمان ناشطة اجتماعية وبعمل مبادرات. فأنا أول وحدة كنت بعمل مبادرة في متحف وصف التل، والكل سألني إنه هذا المكان وين، مع إنه هو بالكمالية طريق الصرف، يعني يكون الكل المفروض إنه يكون الكل معروف ومتابع لأمانة عمان. فأنا كثير مبسوطة إنه أنا عم بعمل مبادراتي في متحف وصف التل. الحمد لله أنا هلا صرت عندي 3 مبادرات، وإن شاء الله المبادرة الجاية بعد العيد إن شاء الله راح تكون. بتمنى إنه من الإعلاميين إنه ننشر الأردن زي ما حكت هيا، إنه نكثف جهودنا على نشر الأردن، لأنه لما بيجي حدا من الخليج أو من السعودية، وإحنا زي أم النمل اللي بربت ما عرفناها إلا عن طريق السعوديين. فالإشي فزي ما حكت إنه كتير بصراحة، سوري على التعبير، كلمة هاي مخزية شوية، إنه إحنا ما بنعرف بلدنا وإحنا عايشين بالأردن. خلينا نكثف جهودنا. هلا كمان شوي الامور فتحت مش زي اول، اجراءات كورونا خفت. يا ريت الكل، كل واحد، لو كل واحد عايش بالمنطقه اللي هو فيها بيحكي عن المنطقه اللي هو فيها بيعرف البلد الاردن. شكرا لك، شكرا كثير، شكرا للزميلات، اهلا وسهلا فيكم. شكرا. صحيح، وهذا دور الاعلام الرقمي، مشان هيك احنا متواجدين اليوم عم نتحدث انه فعليا عن الواقع، فقط يكون الواقع مقصر بشكل او باخر باظهار مواقع سياحية، إرث، حضارة، قضية. فهون الشباب والصبايا وأنتم صناع المحتوى والمبدعين والمبدعات، فعلياً كلنا نتشارك بقضايا متعددة، وتجمعنا هذه القضايا الإنسانية، تجمعنا المصير، يجمعنا الاقتصاد، السياسة، السياحة، وهذا الإبداع اللي قدمته حضراتكم، وأكيد الشباب الإعلام الرقمي. وأنا حاب أسمع من أحد الشباب المبدعين اللي عنده محتوى رقمي أيضاً عم بيحضرنا الآن. أستاذنا تفضلي، عندك تعليق؟ لا، هو مش تعليق، هو عشان الصبايا نجاح وسمر ومجموعة شاركوا معنا لما كانت تحكي على التدريبات. صح مزوم، بس بحب أخبرهم احنا طلبنا من كل المشاركين، إذا متذكرين من 10 دول اللي هم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكل مجموعة تحكي عن واقع الإعلام في بلدها. فتقريركم كان عن جد بهز، يعني راح يكون ان شاء الله هلا خلصنا من الفيلم. حبيت بس احكي لكم ان الفيلم صار جاهز وضل بس السبتايتل، وان شاء الله بشهر 5 راح ينعرض بمدريد اول مره بالامريكا الاسبانيه، وبعدين راح نعرضه عليكم. هذا الفيلم عشان من ايمان الاردن الاعلام الرقمي، هذا الفيلم بيحكي عن واقع الاعلام ب 10 دول اللي هم المغرب كلياتها، فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر معنا. فهذا استعبهم عشان هم كمان اشتغلوا، كل مجموعة من بلد اشتغلت بهذا التقرير وجسدوا واقع الإعلامية والإعلام اللي بيعانوا في فلسطين وكيف الوضع هناك. فبس شهر 5 بتحضروا. طبعاً يشهد لمركز الإعلاميات العربيات اللي بيتابع يعني المؤتمرات العديدة اللي بيعقدها مع مؤسسات دولية وعالمية ومنظمات حقوقية على مستوى العالم العربي بالعالم، فكل الاحترام والتقدير لكل الجهود. عندنا سؤال من الأستاذ، يعني عند حضرتك في ميكروفون. تفضل. شكراً أخي فادي، شكراً لطلالة أبو غزالي ولمركز الإعلاميات. أنا ياسين القيسي، صحفي ومدير الإذاعة الأردنية، وبحيي الزميلات والأستاذات من فلسطين زمان عنهم، الحمد لله على السلامة، وكل عام وانتم بخير للإعلاميات جميعاً. خطورة قصة الإعلام الرقمي تكمن في أنه اللي بيشتغلها معظمهم الصحفي، ولازم احنا نركز على هذا الموضوع بضروره، لانه احنا نتحدث
زميلاتنا من فلسطين وكلنا نتحدث بقضايا، نتحدث بالقضايا القومية والوطنية وهمومنا. وبالتالي لا نحصر الإعلام الرقمي وتطوره والمحتوى وصناعة المحتوى بالفاعلين والناشطين على مواقع التواصل واللي أغلبهم مش صحفيين ومش إعلاميين. هذا بيحمل مسؤولية أكبر. الصحفي عنده مسؤوليات وعنده التزام الأخلاقي والمواثيق اللي بتحد وبتلزمه، في حين إنه الناشط على السوشيال ميديا ما بيفرق معه صناعة المحتوى ولا بيفرق معه ثقافة ولا بيفرق معه معلومة إذا صح أو لا. ولذلك أنا لما بصنع محتوى بدي أعتمد على ثقافة ومرجعية كبيرة، إذا كان بالسياحة ولا كان بالقضايا الوطنية وبالرسائل اللي بوديها في ضمن المدة المحدودة اللي يعني قديش هي مسافة. مثلاً الفيديو الأستاذ النجاح كم ثانية؟ أقل دقيقة، ويمكن الفويس أوفر كان على الفيديو ثلاث جمل، وهذا إدراك واعي ومثقف، لأنه أنا بخلي الصورة اللي تحكي وهي توصل الرسائل بكل اللغات وما بحتاج الكلام. هذا بيحمل مسؤولية أنه أنا لما أشتغل على هذا المحتوى الثقافة إذا ما بتساعدني ما لازم أروح لهذا المكان، ما لازم أطلع وأزيد الربش اللي موجود سوري بكل تواصل اجتماعي. اثنين، الإدراك بأنه الرسالة عم توصل لكل حدا عنده مرجعية، وما مش شايف مرجعيات بقدر ما أوحدها، خاصة في الرسائل السياسية وفي الرسائل الإنسانية. حتى في الإنسانية صار في خلاف الناس، يعني ما بطلنا نقول الإنسانية واحدة. شوفوا هلأ الأسبوعين الأخيرات الحرب اللي في أوكرانيا وروسيا قديش في شرخ. أول مرة بنشوف في شرخ لليهود نفسهم، اليهود الروس مع اليهود الأوكراني. وهذا إحنا لو نطلع كيف بقضايانا، كيف الهم الفلسطيني والهم الوطني والهم القومي كيف نعالجه، حتى في رسائلنا التراثية اللي حكت عنها الأستاذ واللي حكت عنها الأستاذ خطاب كمان، حتى في السياحة. يعني إحنا قبل أيام كان في عنا اكتشاف وحكوا عنه وعنه، شفتوا طريقة الإعلام؟ شفتوا قديش إحنا بحق نفسنا مش واعيين؟ يعني يمكن اللي ضل مثلا مشان رندا سيادة الرئيس رندا زميلتنا الأستاذة اللي صار مثلا في موضوع المكتشف اللي بمعان والكبسولة نفسها، الكلمة أخذت الضجة على السوشيال ميديا والنكتة والظهر، وإحنا أمام اكتشاف فعلا. لما أنا استشرت حدا مختص اكتشاف فعلا تاريخي ومغير من تاريخ البشرية، بغير من اختراع الخبز زي ما كان والزراعة وارتباطه فيها، وفي شفت 2000-3000 سنة. بينما مثلا يعني زملائنا وأهلنا وإخواننا في مصر المومياءات صار لها زفة عالمية، تتذكروا نقل المومياءات؟ أنا ما يعني لما لا ما بسوي، يعني بحكي عن الحكومة وعن الناشطين، ما بسوي هيك مؤتمر صحفي ولا لأنه بضل يأثر. هاي نعم الموضوع، حدا سامع في موضوع الاكتشاف الكبسولة؟ لا. فهاي أهمية أنه أكون مثقف مدرك الأبعاد القومية، الأبعاد الوطنية، القضايا اللي بيحكوا عنها زميلاتنا بفلسطين والهم لازم يكون نقدر إحنا نحسه تماما. أنا بشكر نجاح على الفيديو لأنه فعلا قشعر لي بدني. قبل شوي أبونا المطران بالرسالة بالفيديو شفتوا قديش مؤثر وحسيناه بيناتنا؟ إذا أنا حسيته موجود معنا ولساتني يعني بهالوسم الكلمات اللي حكاها. فياريت نكون أكثر ثقافة قبل كل شيء قبل ما نتقدم لها. شكرا. أشكرك سيدي لتعليقك. أنا حاب الشباب العكس عم بحاول أستفزهم يعني شوي. أستاذ تسمحي لنا نميل عليك زي ما بحكون، نسمع الصبايا والشباب. تفضل تعرف بنفسك وسؤالك لو سمحت. اسمي وجد الجمالي، أنا طالب جامعة الشرق الأوسط تخصص إذاعة وتلفزيون سنة أولى. طبعاً اللي بعرف بالإعلام الرقمي بعرف إنه
طبعا المواد عندنا كثير مشتركه في الاذاعه والتلفزيون. طبعا هو الاعلام الرقمي هو يعني بنقدر نختصرنا انه هو المستقبل، ومعروف انه اجيالنا احنا كمان احنا كشباب بنقدر نقول من بدايه 2000 لحد الان معظمنا مولود في عصر الانترنت، وكلنا مسكين تلفونات، وكلنا عندنا وسائل الاتصال الاجتماعي السوشيال ميديا. بس اللي بدي احكيه انه كيف نقدر نستغلها هاي كسوشيال ميديا او كوسائل بشكل عام، وسائل الاعلام الرقمي، كيف مثلا نأرشف او كيف نعمل ارشيف معين زي ما تفضلت زميلتي هيا، كيف مثلا نأرشف الفولكلور او التراث الشعبي سواء كان اردني فلسطيني عربي مصري حتى كمان. كثير في شغلات في التاريخ يعني نقدر نحكي انها فكره بس يعني مثلا في القنوات الاذاعه مثلا او قنوات التلفزيون، كيف نقدر نستغل هاي الوسائل انه نأرشف الاهداف سواء كانت من حروب، سواء كانت من اكتشافات تاريخيه تراثيه حتى ابسطها. كيف الناس بتعامل مع بعض، كيف كمجتمع، كيف كنا هلا مثلا سنه 2022، كيف كنا قبل 20 و30 و40 سنة، كيف كنا نفكر، كيف كنا نتصرف، كيف كنا نعيش. طبعا كثير صار في اختلافات من هالمرة هذا الحكي، فهذا هو سؤال يعني كيف نأرشف هذا الحكي من خلال وسائل الإعلام الرقمي. نعم، في مصطلح يمكن درسته في الماجستير اسمه التربية الإعلامية، وبعض الأساتذة قاعدين يشتغلوا عليه. قديه مهم التربية الإعلامية للإعلامي ولغير الإعلامي؟ يعني أحياناً اللي بيشتغلوا في الصحف لازم يكون ماخذ دورات في التشريعات الصحفية ويعرف يتعامل مع أدوات الصحافة. الصحافة ومواقع التواصل أنا شئنا أم أبينا عم بيعمل الفاعلين على مواقع التواصل بغض النظر إذا هم صحفيين أو لا، هم يعني عم بيشتغلوا على مواقع التواصل وعم بيأثروا بمواقعهم بغض النظر عن إيش مكانت. ماجستيري كان في الديجيتال ميديا في الإعلام الرقمي تحديداً. أنا بالنسبة لي إجابة على سؤالك الأرشفة، أول إشي بدها تكون ليش في 2 أو 3 عندهم نفس الرسائل أو عندهم نفس القضية بدهم يستعرضوها؟ أكيد آلاف من الفلسطينيين أو الفلسطينيين عندهم رسائل وعندهم الآخرين. إيش الميز الزميلة نجاح؟ الميزة إنه الأدوات، إحنا أول شيء ما نعرف كيف نتعامل مع الأدوات. هذا برأيي يعني تعلمت التصوير، أنا مش بس بطلع تلفزيون، قلت إنه إذا بطلع تلفزيون أنا حدا شكل فقط. أنا تعلمت التصوير وتعلمت المونتاج وتعلمت الخبر الصحفي، كون دراستي الأولية بالبكالوريوس كانت علاقات دولية، ما لها دخل في الصحافة، ما كنت صحفية. لما اشتغلت في الصحافة وكنت في الصحافة المكتوبة في الدرجة الأولى وكنت في صحيفة الرأي، أخذت الأدوات وزرت القرى وزرت المحافظات. أول إشي بدك تعيش الحدث. أنا بالنسبة لي الصحفي إذا ما عاش الحدث ما عنده قصة وما بيقدر يروي القصة، يعني بعتبره كاذب يعني، أو إنه هو يعني برسمها على طريقته. لكن اللي تعايش يعني لما كتبت عن التركمان مثلاً اللي هم جزء من الغجر في الأردن وعدتهم كبير، عشت معهم يومين وأكلت من مأكلهم ولبست لباسهم ولميت خردة معهم وانبسطت فيهم وقدرت أكتب عنهم. نفس الشيء في البادية الشرقية والدق البدوي، كنت أول حدا بكتب عن الدق البدوي، وثقت للدق البدوي وكيف جداتنا كانوا يستخدموها كزينة وكبكياج قديم لهم. اللي بدي أقوله إنه أول شيء المعرفة، وهناك الصحفي زميلنا القيسي، أنا لقطت الاسم الثاني ياسين، أهلا وسهلا، ذكر الثقافة. نعم الثقافة في الدرجة الأولى عشان بدك تأرشف يعني الكبسولة الزمنية. نعم ما تداولتها الدولة بطريقة صحيحة، عملت فيديو بعد قراءات عد الكبسولة الزمنية وارتأيت إنه الناس تعرف عنها. فعلاً هو اكتشاف تاريخي، وأنا يعني كثير مهتمة في التجربة المصرية وتجربة نقل المومياوات وغيرها. لذلك في واجب علينا للي بيدرسوا السياحة والآثار والأخري واللي بيدرسوا إعلام، أول شيء المعرفة الحقيقية. اليوم بتخرج 4 سنين وهو ما عنده the knowledge. أنا بالنسبة لي أول شيء قبل المهارة ثقافة مهمة، والمهارة يعني لازم يكون عندك أدوات التصوير. في غير مثلا ما بيعرف يمسك الكاميرا وما بيعرف يصور، فهاي المهارة مش موجودة، هاي بتضعف وبترجع لورا شوي. أدوات الخطابة كل هاي بدنا نتعلمها، وأنا بعتقد إنه أي شيء بدك تنجزه في الحياة بده تمرين وبده تدريب. فالمهارة والثقافة وامتلاك الأدوات، ما هو الديجيتال ميديا بتعتمد على أدوات. أنا كل الفيديوهات اللي بخرجها
مونتاج على التليفون وتصوير على التليفون وارتأيت اني ما احكي في الفيديوهات. يعني في بعض الفيديوهات نعم لما احكي عن شخصيات اردنيه مثل عرار ومثل عقاب العجرمي وشعرائنا ويعني الاشخاص والشخصيات الاردنيه اللي كانت قبل احكي فيها، ولكن المده الزمنيه طبعا تلعب دور. والارشيف انه قنوات يوتيوب اليوم قاعد بيزورها ملايين الناس. احنا في عندنا منصات، وانا دائما لما مثلا الزملاء من اللي في عمري او اقل، وانا مواليد 96 في المناسبه السعيد يعني عشان الناس فكروني كثير كبيره، بيقولوا لي مثلا هاي بدنا نمشي بالطريق. ما بقول لهم كل واحد عنده قصه، وما بنفع نمشي كلنا بنفس القصه ونفس الطريقه. مش شرط تدرس ماجستير عشان تحصل على وظيفه معينه. القصد انه قلت لهم الاحسن انه نملك منصات ومنابر جديده اللي هي الديجيتال ميديا، ما بتخليك يكون في عندك مدير ولا في عندك سياسات تتحكم فيك ولا شيء. بالعكس يكون عندك، انا بعرف انه طبعا في تضييق وفي اختلاف في عند اخواننا في فلسطين، وبتخونهم احيانا الخوارزميات وبتظلمهم. نعم هذا صحيح، بس كلنا مهمتنا نحاول ونظل نحاول. والارشيف مهم جدا عشان هو الاخر، هو توثيقنا. اذا ما عندك ماضي ما عندك حاضر. وانا بدي اختم اجابه مهمه، بقول لك دائما بقول في رحله بحثي في التراث انه يعني اجدادنا كان عندهم قصه وعندهم انجز وعمل، لكن احنا كجيال هسه شو بدنا نقول للاجيال الجايه؟ شو بدنا نحكي؟ شو تاريخنا؟ شو إرثنا راح يكون؟ فمهمتنا ان نصنع الـ ويمكن يكون الاعلام الرقمي او الديجيتال ميديا هي الكتب اللي بنحكي فيها. صحيح. اشكر الاستاذ هيا. نسمح تعليق الاستاذ نجاح. استاذ الكتاب مداخله صغيره عشان كمان نفسح مجال اكثر للمشاركين انهم يسالوا اسئلتهم محلي. انا بدي اضيف موضوع جدا مهم. صحيح الاعلام الرقمي لازم تكون تمتلك التقنيات، وهذا صار شيء سهل. يعني انت اليوم تفتح على يوتيوب تتعلم على كل التطبيقات اللي بدك اياها كمونتاج وكمحتوى. كمان كل واحد فينا عنده اسلوبه الخاص بنقل محتوى واهتماماته. بس كمان امر مهم انه احنا ما نجهل او مش لازم نجهل اللي بيقدم لنا اياه الانستغرام او اليوتيوب او حتى الفيسبوك من تحليل بيانات. يعني انت اليوم بتطلع فيديو، بس انت مثلا عملته الساعه 10 بالليل قررت خلص وده طلعه، ما بينفع. لازم ترجع تشوف وين ساعه الثروه. الفئه اليوم انت اللي بتستهدفها تقدر تحددها. احنا طول عمرنا تعلمنا لما بدك توصل رساله لازم تدرس جمهورك. طب اليوم الاعلام الرقمي عم بقدم لنا هذا الشيء بالمجان. انت قادر تحدد المنطقه اللي انت بتستهدفها، الفئه العمريه اللي انت بتستهدفها، الجنس ان كان انثى ولا ذكر. فهذا كله بيساهم في انك توصل الرساله. فهي عملية كاملة متكاملة. انت اليوم كطالب عندك هذا انك تسأل، عندك هذا البونس خلينا نحكي انك تسأل. اليوم احنا كصحفيين الواحد لو بدي اجي احكي والله ما بعرف، مش حلوة تطلع مني ما بعرف، خليني اتعلم، بتعلم من غيري. بس اليوم انت كطالب يعني ولا احلى من مكانتك. يعني اليوم قادر تسأل من وين انا ممكن اجيب هذا الشيء الفلاني. بس كمان انت كطالب اليوم تمتلك الادوات، ما بصير تركن على الجامعه، ما بصير تركن على محاضره معينه. انت بتفتح على اليوتيوب بتحط تطبيق معين، كيف افتحه، كيف امنتج، كيف اسوي. فاليوم هاي القصه اللي انا ما بعرف واكتف ايدي تجاوزناها زمان. خلص الاعلام الرقمي لحظي. كنا زمان نحكي انت بتغير المحطه لسه فيها مسكه ريموت وبعدين بغير. اليوم اسرع بهالاصبع. فلازم واحد يكون ذكي في تناول المحتوى اللي بحاول يقدمه. كمان بدي اضيف شغله على اللي قالها زميلتي نجاح، وهون انا بدي اوجه الحكي كمان للدكتوره منى ابو جامع بوجه لها بالتحيه، بانه احنا لما طلعنا من الجامعات احنا لا كنا بنعرف نصور، او انا لا كنت بعرف اصور ولا كنت بعرف امنتج. فانا كل هذا تعلمته بخلص لما انت تكون على ارض الواقع بتكون بدك تشتغل فانت بتتعلمه. وهون ضروري مهم انهم يركزوا انهم يعلموهم ويأهلوهم لصناعه محتوى ابداعي، لانه الجامعات عم
تهمل هذا الجانب. زي ما قالت نجاح بأنه هو في كل الأدوات متاحة، ولكن إن الجامعات تركز على صناعة محتوى إبداعي، فهذا هلأ دورها لحتى على الأقل يطلعوا خريجين الإعلام هم بمهارات يعني تتواءم مع ما يتطلب سوق العمل من مخرجة. يعني إحنا اليوم في أمور موجودة بالعمل للأسف في عنا خريجين غير مؤهلين، فهذا مهم دكتورة منى. هلأ بما أنهم سنة أولى إنكم تركزوا على أنا أردرين أستاذ ختام الأستاذ من زمان رافع إيدها وملت عليها زيادة عن اللزوم، تفضلي. السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا فاطمة مناصرة، أنا من المحافظين على التراث الفلسطيني. قبل حوالي 3 شهور كان في مسابقة ملكات جمال العالم في إسرائيل، ولبسوهم الثوب الفلسطيني على أساس إنه هو لتراثهم هم. فإحنا عبر السوشيال ميديا، قديش السوشيال ميديا لها تأثير، أطلقنا حملة إنه كل واحد يتلبس ثوبها ونلتقي في مكان معين. فنزلنا على العبد الليمول، فتفاجأنا بالأعداد اللي كانت موجودة، ووقفنا وقفة احتجاجية وعلى ضد هذا الادعاء اللي هم ادعوه بالثوب لهم. ونشرنا إنه كل واحدة في أي بلد في العالم إنه تلبس ثوبها وتطلع على الشارع. فتفاجأنا بالأعداد في كل دول العالم، في كندا، في إيطاليا، في فرنسا، في أمريكا، كلهم لبسوا الثوب الفلسطيني ونزلوا في احتجاجات. فثاني يوم حققنا إنجاز إنه اليونسكو سجلت الثوب الفلسطيني من ضمن التراث العالمي، وسجلت وصار إنه اعترفت فيه إنه الثوب إنه ومش لأي حاجة تاني، وإحنا من الناس اللي بنحافظ عليه بشتى الطرق، وإن شاء الله نظل مستمرين في الحفاظ عليه. وشكرا للست محاسن الإمام اللي دائما دعميتنا وبتجيبنا في كل المناسبات، وشكرا كثير إلها، ولا سيد طلال أبو غزالي اللي إحنا دائماً بيحتضننا في هاي المناسبات. وأهلا وسهلا في الضيفات الفلسطينيات الإعلاميات خواتنا اللي أجوا شرفونا اليوم، وشكرا. يعطيكم ألف عافية، سعيدة جدا فيكم. هيا بتعملي شيء كثير جميل، هذا الانتماء الجميل فيك خليكي زي ما انتي، وبدنا نشوف الأردن بعيونكم إن شاء الله. الله يعطيك العافية على جهدك. يعني يمكن حكيتوا صبايا عن كيف إحنا بدنا نغير الصورة اللي إحنا خطبنا العالم فيها بالفلسطيني. إحنا كنا نعتقد إنه صورة الدم والأم اللي بتزغرت لابنها لما يستشهد هي اللي بتكون قريبة من هذا العالم. مع يعني مع تحفظي على إنه هاي الشرعية الدولية ما أعطتنا ولا رح تعطينا إلا إذا تغيرت هاي المفاهيم وتغير إنه العالم ليس محكوم فقط في قطب واحد. هذا شيء إحنا يعني المفروض كفلسطينيين إنه نغير هذا الخطاب إلى والبركة فيكم صناع المحتوى القريب من هذا العالم اللي لا يعني يجب أن يرى بعيون الإنسانية اللي بيصير بفلسطين شيء يعني ما شافه أي بشر. ولكن إحنا الآن كمان دورنا كثير كبير بإنه بعد ثورات الربيع الخريف العربي واللي صار مع الأمة العربية كلها اللي نتمنى أن تتعافى هذه الأمة اللي بنفتخر فيها، لكن صار الموضوع الفلسطيني يعني ليس في سلم الأولويات. وهون يمكن بدي أرجع أخي ياسين وأنت إعلامي مخضرم كمان، إنه ليش ما يكون مثل ما شفنا كم الصحفيين في الغرب وتعاطفهم مع ما جرى في أوكرانيا في لحظة عين، وين صحفيين المؤثرين أيضا من الوطن العربي ككل بأن يكونوا
ايضا دائما داعمين للقضيه الفلسطينيه. انا بعرف انه معنويا انتم داعمين، بعرف انه ما في عربي حر الا فلسطين نصب عينيه، لكن عندي تاثير. احنا شفنا صحفيين كبار من محطات كبيره في العالم الغربي واعلنوا صراحه، بطلوا ناس ديمقراطيين وبطلوا ناس زي ما كانوا يعلمونا الحياديه، لا افصحوا راسا انه الاوكرانيين وحرام واللي بيصير، وهذا يعني انا لا اقول انه اللي بيصير فيهم شيء شرعي، لا نحن نكره ان يقتل اي انسان في هذا الكون، لكن هم كبار ولهم سمعتهم، ولكن افصحوا عن وجهه نظرهم. احنا عندنا بعض الاعلاميين اللي بنتمنى ان شاء الله ان يكونوا ايضا بهذه القوه اللي يحكوا ايضا عن فلسطين وقضيه فلسطين، مش لانه اصله فلسطيني، لا احنا الكل بدنا اياه يحكي عن القضيه الفلسطينيه، رغم طبعا يعني معرفتنا بانه الكل له همومه وله اولويات. ونقطه اخيره بس كنت احكي فيها، يعني ما بعرف بدي احكيها بعتب شوي، انه احنا بنحكي عن مؤثرين. لما نحكي عن مؤثرين بشوف انا في البعض الجيل على السوشيال ميديا طبعا انه هاي مؤثره في المكياج، هاي مؤثره في الطبيعه، هاي مؤثره في، والله بعز علي احيانا انه وين بناتنا وين اولادنا بانهم يكونوا ايضا مؤثرين، ولكن في قضايا قومية، في قضايا وطنية، في قضايا تراثية زي ما بتعملي هيا. ف يعني الله يعطيكم الف عافية، واحنا هون بحوار لانه لازم نسمع كمان الجيل ايش بده ونعرف لوين احنا رايحين. الله يعطيكم الف عافية. شكرا، الله يعافيك استاذة ختام، شكرا جزيلا. في عندنا تعليق من الاخ فراس ايضا، نسمع سؤال فراس بس قبل عشان على التراث. طيب يلا بس كمان مش لازم ننسى انه كمان لازم نروج لزميله لنا، هي مشكلت يعني حاله رائعه بتسجيل التراث الفلسطيني. لانا حجازي هي عملت موسوعه عن التراث الفلسطيني وصورت كل الفلسطينيات، اولا استهدفت كل النساء فلسطين، بعدين صارت عم بتركز على شخصيات محدده، عم يعني بتوثق مش بس التوب، التوب وتطريزه وكل غرزه فيه ماذا تعني، وكل هاي الامور يعني زي اللي عم تعمله هون. هيا ففي عندنا الزميله لانا حجازي، بوجه لها كل التحيه اذا كانت عم تسمع لنا، لانه لانا ابدعت في توثيق الثوب الفلسطيني وحكت قصص، يعني حكت كل ثوب فلسطيني شو قصته، وهذا مهم. فعشان هيك احنا كمان لازم نقول انه في عندنا نساء وعندنا كمان رجال هم بيدعموا المحتوى الفلسطيني وبيدعموا الموروث والثقافه والقضيه الفلسطينيه، بس يمكن بحاجه لتسليط الضوء عليهم اكثر ودعمهم وتبنيهم لحتى يبينوا بشكل كبير. فشكرا هيا، وكمان شكرا للانا، وشكرا لكل حدا اكيد عم بيوثق التراث الخاص فيه. بدايه يسعد اوقاتكم جميعا، يمكن سبقتيني بالحديث استاذه سمر، انا كنت بدي اطرح الاسم هيني هون كنت بدي اطرح الاسم كمثال يعني يحتذى به بهذا المجال، فشكرا لهذا الطرح الجميل. عندي ثلاث نقاط سريعه جدا. النقطه الاولى اللي تفضلت فيها الاستاذه انه فعلا القضيه الفلسطينيه بطلت اولويه، وللاسف تم تسليع هاي القضيه، صارت سلعه السوشيال ميديا بتاجر فيها، اللي بده يركب الترند بتاجر فيها، اللي بده بس ينحكى اسمه بوسط ما بتاجر فيها. هذا التسليع هو اللي قادنا للوراء. يعني انا دائما بحكي طول ما هو الثقافه مش موجوده والرغبه في الشهره من لا شيء فاكيد رح نوصل للجحيم، انا دائما بسميه بالجحيم. فللاسف يعني هاي النقطه جدا مأساويه. ونقطه ثانيه للزميل اللي طرح موضوع ألشفت هذا التراث أو هذه البيانات، يمكن أجابت بشكل جميل أستاذة هيا. وأنا مع أنه اليوتيوب هو التاريخ الحديث، وأنه إحنا إذا بدنا نوثق أي شيء بالزمن الحالي فاليوتيوب هو المكان المناسب، بشرط أن يكون المحتوى مبني على معرفة وحقيقة وأخلاق. يعني فلسفة الأخلاق تدرس، يمكن لو تم تدريسها لكل شخص بده يشتغل في هذا المجال حالنا بيكون افضل ب100 مره. نقطتي الاخيره وهي الاهم بالنسبه لي، وكان ملتقى طلال ابو غزال المعرفي بالذات هو رائد في وسباق في تسليط الضوء على رياده الاعمال بدايه بجلسات سابقه،
وأعتقد أنه الإعلام الرقمي وريادة الأعمال هو وجهان لعملة واحدة، لأنه إحنا كيف نعمل تسويق لريادتنا أو لريادة أعمالنا عن طريق الإعلام الرقمي، وهو الواقع الحال هلا وهو واقع المستقبل راح يكون. فأنا أعتقد وهو طرح بسيط إنه بما إنه سيتم قريبا، يعني ما بعرف شو قريب عاجل ولا لا، سيتم إدراج ريادة الأعمال والإعلام وريادة الأعمال في مناهج المدارس، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك جزئية تختص بالإعلام الرقمي تدرج في المناهج، لأنه إحنا مهما شكلنا عدد من المشتغلين في الإعلام الرقمي أو ما شابه ذلك فإحنا نقطة بحر. فإذا ما بلش الشغل من الأساس فأعتقد أنه المصير لن يكون على قدر تطلعاتنا. شكرا. أشكرك أخي براس، أشكرك مداخلتك. سعادة الدكتور طلال وغزالة، إحنا يعني عم بحاول صراحة، كنتي شايفيني عم نحاول نتصل مع سيادة المطران عبد الله حناء عشان يشاركنا في بث حي مباشر عبر يعني تقنيات الاتصالات، بس مش عم تزبط معنا. إن شاء الله ربنا بيسر الأمور، وحاب هو فعلا يخاطب الحضور ويبارك للإعلاميات ويكون معنا متواجد الآن، فأنا شغال أكثر من جبهات يعني. إن شاء الله. سعادة الدكتور طلال غزالي، يعني خلال فعالية اليوم وأنا متأكد يعني من دعمك السخي الدائم وإيمانك المطلق في التحول الرقمي، وهو الرقمي وهو ما طالما ناديت به، للنهضة بالتعليم، للنهضة بالثقافة، للتوثيق، فكانت هناك مطالبات ودعوات لحفظ إرث الإعلامية القديرة السيدة محاسن الإمام وإنتاجها الفكري الأدبي أن يحفظ ويحول رقميا من خلال حلول الإلكترونية المختلفة، وأنا قدمت لها ووعدت أنه فعلا مجموعة طلال غزالي قادرة وفخورة بدعم سعادة الدكتور طلال غزالي أن نكون فعلا نحن الجهة الداعمة والحافظة لهذا الإرث وتحويله رقميا من خلال خدماتنا المتعددة في تحويل المحتوى إلى رقميا. فهذا شيء سعادتك أنا متأكد يعني دائما إحنا نضرب بسيف الدكتور طلال وبكرمه ومحبته، وهذا ما يعني اسمح لي سعادتك، أنا بعرف ما بيحب أحكي هذا الحكي دائما، لكن من لما اقترحنا فكرة إعداد يوم الإعلامية العربية والاحتفال بالإعلاميات الأردنيات والفلسطينيات، أول كلمة حكاها أي إشي لفلسطين، أي إشي للقدس، أي إشي للأردن، أي إشي للإعلامية فعليا. فهذا ما يعني وجهتنا به، وفعليا إرث الأستاذة محاسن اللي طول بعمرها طبعا، لكن هو مطالبة الجميع أنه فعليا كيف يمكن أن نحول المحتوى نحفظه رقميا. ومن إنتاجات وإنجازات مجموعة طلال غزالي العالمية مهنيا هو الدعوة إلى التحول الذكي في كل مؤسسات الوطن، وهذا ما قمنا به من خلال خدمات الأرشف الإلكترونية. يعني حولنا مجلس الأعيان عندما خدم سعادة الدكتور طلال غزالي سنوات طويلة في مجلس الأعيان إلى مؤسسة ذكية. أيضا بلدية إربد على سبيل المثال من خلال كل الأوراق، وهو ما دعا له جلالة الملك دائما أن نتحول إلى حكومة بلا غير ورقية، يعني حكومة غير ورقية، وهذا ما ينادي به سعادة الدكتور طلال غزالي دوما. فلا بد أيضا أن نساهم في الدعم الإعلامي وحفظ التراث والموروث الذي تصدره الأستاذ محاسن وكل عضوات مركز الإعلامية العربية. وأيضا بهالمناسبة سعادة الدكتور، إحنا حكينا من سنوات وأنا الأوان أن نمأسس هذه الشراكة من خلال شراكة استراتيجية ونوقع مذكرة تفاهم مع مركز الإعلامية العربية لأن نحتضن، يعني هذا شيء إحنا بنتحدث فيه عبر سنوات وإحنا قائمين عليه، يعني من دون أي بروتوكول خلينا نسميه، ولا ما بنكون اليوم مع بعض هون، لكن إحنا نفخر بالطاقات والخبرات والقدرات التي تحتويها مركز الإعلامية العربية، وآن الأوان أيضاً أن نسخر هذه المجموعة لعقد التدريبات والنهوض وبناء قدرات الإعلاميين والإعلاميات والشباب اللي كلهم يعني عم بيحكوا لي حابين نشوف الدكتور طلال وحابين نشتغل ونتدرب ويكون في فرصة إلا نبث، يعني الصبية اللي عم بتصور معانا ما بعرف وين موجودة، يعني الكل شغوف سيدي والكل يعني يطمح ويطمع، إحنا بنحكي المثل الطمع بالأجاويد، ففعلياً الكل طمعان في كرم سعادة الدكتور طلال غزالي من هاي المؤسسة التي دوما وإن شاء الله ستبقى سيدي رمزا للمنارة العلم والمعرفة والتحول الرقمي لما فيه خدمة الأوطان. آسف على الإطالة، بس عم بعطي فرصة لسيادة المطران إنه
يعني أن يدخل معنا في أي شكل من الأشكال، لكن مش عارف إذا حالف الحظ أو لا. طيب يمكن في ظرف طارئ. أستاذ محاسن إذا بتحبي في ختام جلستنا نتقدم بجزيل الشكر للأستاذة هيا دعجة الإعلامية وصانعة المحتوى الرقمي، الأستاذة نجاح مسلم من فلسطين كل احترام والتقدير، والأستاذة سمر الثوابتي أهلا وسهلا بك وشكرا لكم في هذه الجلسة الحوارية الجميلة والمتفاعلة مع الحضور الكريم. أستاذ محاسن لك الكلمة الختامية قبل أن نستمع إلى كلمة زعاد الدكتور. تفضل. يعني بعد ما فادي حكى الدكتور أمامي إيش بدي أقول؟ إيش بدي أقول؟ مش كرم حاتمي، هذا كرم معرفي طبعاً. وإحنا هذا هو اللي بحاجة إله. يعني أنا لما أصدرت الكتاب أكثر من إعلامي وأكثر من إعلامية إنه أنت بدك تضلي تكتب كتب وتنحط والعالم بطل يقرأ، قلت لا بقرأ واللي بده يدور على المعلومة بلاقيها. لكن هلأ مع فادي اللي حكى خلاني أرتاح فعلا إنه هذا الكتاب راح يقرأ، وخصوصا جيل الشباب اللي عماله ماسك الموبايلات والأجهزة راح تشوفوا بكرة الكتاب تقدروا تأخذوا المعلومات. بس بدي أعلق تعليق صغير على الشاب اللي قال إنه القضية الفلسطينية أصبحت بالخلف. عمرها ما كانت القضية الفلسطينية بالخلف، طول عمرها في الأمام، لأنه هي مش قضية، هي حق. فلسطين مش قضية، هي حق لاحتلال قائم من 73 سنة. يعني أنا من يوم ما انخلقت اللي هو عمري 73 سنة وأنا بسمع إنه فلسطين محتلة. يمكن في أحداث متغيرات، ظروف سياسية، ظروف اقتصادية بتتنحى، مش القضية اللي بتتنحى، الإعلام بتتنحى ويصير يلهث وراء المعلومة الجديدة. فلسطين قائمة وحق، والقدس عاصمتها من النا إيش؟ من وين بدكم؟ هذا اللي حبيت أحكيه. يا شباب الدور إلكم، إحنا يمكن سوينا اللي علينا، هلأ أجا دوركم إنه أنتوا فيما لو فلسطين غابت أنتوا تحيوها من جديد. صحيح. شكراً. ولن تغيب. والقدس عاصمتها. سعادة الدكتور طلال الغزالي راعي حفلنا هذا، نشكركم سيدي لكرمكم ودعمكم وإيمانكم المطلق، وإن شاء الله دائما أن نجتمع هنا في مظلتكم الحاضنة للفكر والثقافة والإيمان، الإيمان المنفتح على الإنسانية كما دعوته. فالقضية إيمان، العمل إيمان، الاجتهاد إيمان، فلسطين إيمان، الأردن إيمان، الوطن العربي إيمان، وهذا ما تدعون له دوما سيدي سعادة الرئيس الدكتور طلال أبو غزالة. ولا بد لنا في ختام حفلنا هذا أن نستمع إلى كلماتكم التوجيهية للمستقبل. لكم الحديث سيدي. لا ختامها مسك سيدي، يعني ما وزول من يعيش 85 سنة حولا 85 حولا لأبلك يسعدي. انتوا بتقولوا يسأمي. أنا كل ما عشت كل يوم الصبح بشكر ربي إنه أعطاني يوم جديد وأشعر بالسعادة إنه أعطاني هذا اليوم، لأني متأمل إني أروح على فلسطين قبل ما أموت، وهذا إن شاء الله راح يتحقق. أنا لم أستطع أن أدخل فلسطين لأنه رأسي مطلوب. أنا من شرفهم العدو باعتبارهم قائمة قصيرة بيسموهم أعداء السامية، فأنا معادي للسامية في نظر العدو.
وكثير بكونوا سعداء اذا دخلتوا. دائما حاولوا بطرق مختلفه اللي خلوني ادخلوا، لدرجه انه ابو عمار لما رجع الى فلسطين بعد الاتفاقيه، اللي بعض الناس اللي بيحبوا يزكسوا قالوا له كل الدنيا اجت تبارك لك بعودتك وبالرئاسه الا طلال ابو غزالي. قال لهم لانه انا قلت له لطلال ابو غزالي ما يجي لانه بيخدمني وهو برا اكثر مما بيخدمني هو. ضروري الخبر قلت كويس كثير انا فاهم، لانه بيعطينا فرصه نعيد بنائها بطريقه افضل. يعني احنا ما كنتش مبسوط كثير من المكتب بشكله الحالي، فان شاء الله نشكرهم على هذا العمل، انه احنا الان سنستطيع ان نشتغل بطريقه افضل. ما راح نخلق ما حد، يعني انا برضه بطمنكم انه العدو اكتشف انه اكبر غلطه عملها انه نقى يجي على فلسطين. انت الشعب التيس وانا واحد منهم، انا بقول عن حالي مش عنكم، اللي ما بحب يقول عن حاله اسكيبه، بس انا تيس. انا تيس لما احط راسي بدي يصير اللي بدي اياه، بس تيس. صح غلط مش مهم، ما حدا يناقشني اذا انا عندي حق ولا ما عندي. بعطيش فرصة لأحد يناقشني في موضوع قضية فلسطين لأني تيس. أنا من الآن ما أعترف أنه أنا تيس. بدك تناقش مع تيس؟ تناقش. بس أنا في قضية فلسطين فقط أنا تيس. ما فيها حل إلا حل أنا مقتنع فيه. فبالتالي وين فادي بيت اللي الله يسامحه، لانه ما دام مسكت الميكروفون ببطل اوقف على الحديث. بالعكس الكل مستمتع بعدين بيختالوني او بيرموا علي المي ليخلصوا مني، لانه انت موضوع فلسطين بالنسبه لي موضوع لا ينتهي. وهذا موضوع الاردن ايضا، يعني ما يفعل الاردن وما يقاسي منه الاردن، خلينا نقول بصراحه والله والرزق على الله، الاردن يدفع ثمن دعمه لفلسطين. جلاله الملك الحسين وجلاله الملك عبد الله لم يتنازلوا خطوه ولا سنتيمتر، ولذلك هذا كلفنا ثمن كاردن في التضحيه في سبيل فلسطين. يعني هذه أمانة يجب أقولها عن معرفة، يعني مش من واحد سامع خبر ولا قارئ في الجريدة. هذا البلد دعمه لقضية فلسطين لا يقبل النقاش، وأنا في تيس كمان بهالموضوع، في موقف الأردن من فلسطين أنا تيس. تيس حلو والله كويس، مش عارف هذا ما يقول تيس عبدك يا رب تيس. نحن فخورين بموقف هذه المملكة وقيادتها، وجلالة الملك طبعا هو صاحب الفضل في هذه الوقفة الصامتة القوية. وأنا تكليفات عديدة يعني من الأشياء اللي عملناها في فلسطين كانت بتوجيهات من جلالة الملك، اللي يعتبر فلسطين أخو الأردن والأردن أخو فلسطين. فشكرا جزيلا لك. بقدر أحكي للصبح. شكرا لكم سعادة الدكتور طلال أبو غزالة لرعايتكم الكريمة. كل الاحترام والتقدير ضيوفنا الأعزاء، بهذا ننهي حفلنا السنوي على أمل اللقاء بكم دوما على الخير والمحبة، وعلى أمل دوما رعاية سعادة الدكتور طلال أبو غزالة واحتضانه الدافئ لنا
طول بعمرك ست محاسن، ان شاء الله دائما يعني نحتفل معك والاعلاميات القديرات وشبابنا. عن جد شكرا، انا فخور فيكم جدا بحضوركم ووجودكم معنا. أنا جاهز خلصنا، بنبلش لسه هلا. كتاب جلالة الملك بخصوص المصري. نعم، أنا والله رسالت أحكي ل يعني لحضرتك إنه مش بالسر يعني صراحة ولا تسريب معلومات، لكن من خلال خدمة يعني وواجب الأردن لتثبيت التاريخ، ما بدنا نحكي غير هيك، هذا تاريخ أن عمال سيدنا المسيح هو على الضفة الشرقية من نهر الأردن. وهذا ما كان يدعي الاحتلال دوما عبر سنوات وعقود طويلة على الضفة الغربية. فموقعة المغطس لها يعني اهتمام كبير وعالي على مستوى سنوات طويلة، ولم يعني يألو جلالة الملك يعني جهدا في أن يحافظ على موقعة المغطس لمكانتها التاريخية الدينية الإنسانية الإرثية، أن موقع عمال سيد المسيح على الجانب الشرقي من ضفة نهر الأردن، وأن هذا تثبيت عند اليونسكو والعالم أجمع. لذلك هناك مشروع ضخم جدا كلف به سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، ونقوم به نحن بفخر ووطنية وإنسانية وعروبية أن نساهم فعليا في بناء حوض أو أراضي ملاصقة إلى موقع المغطس التاريخي، لأن يكون فعلا قبلة دينية مسيحية عربية أردنية فلسطينية أيضا من الجانب الشرقي لتشجيع السياحة الدينية في الأردن والمنطقة. بعرف سيدي بعرف، وأنا بتحدث نفس الشيء سيدي يعني من خلال توجيهات جلالة الملك، يعني لهذا دائما إحنا يعني نعشق يعني هذه التوجيهات، وهو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية وراعي هذا البلد الحبيب والقضية الفلسطينية، وكل المحبة للشباب وكل المحبة للجميع. وشكرا لكم جميعا، واسمحوا لنا ندعوكم الآن إلى حفل المذاع على شرف سعادة الدكتور طلال وزالي والست محاسن. أنا بعرفوني هيك كثير اليوم تعبتي، أعطيكي ألف عافية، لكن عم نأخذ منك القوة أيضا دكتور طلال. في مرة يا شباب تعطلت الأسانسيرات يمكن 6 أشهر، عملية بناء عم نبني طوابق نطلع دائما إن شاء الله إلى الأعلى. كل الشباب على الطابق الثاني بتكسر يعني بتتعب بتوقف تأخذ نفس، إلا الدكتور طلال باليوم 3-4 مرات بطلع الطابق الرابع مرتين ثلاثة، مرة واحدة على نفس واحد ودقوا على الخشب واذكروا الله. الله يحميك يا سيدي، يعطيك الصحة سيدي.